مع إعلان أسماء المرشحين ومصادقة المفوضية العليا المستقلة عليها، ومع انطلاق الحملة الإعلامية التي برزت وجوه جديدة فيها في محافظة صلاح الدين، يطالب اليوم الكثير من أبناء المحافظة بالأخص من الوجوه الجديدة والتي برزت على الساحة بضرورة تبني شعارات قابلة للتطبيق. بداية من يومين شفنا أنه العملية الانتخابية وإعلانات بدأت تتروج على هاي المسألة والمرشحين، وما شاء الله بكثرة بالمنطقة. فاللي نأمل واللي نريده ونتمناه من كل المرشحين، طبعا احنا مع السياسيين في أعمالهم في خدمة المدينة وفي خدمة الصالح العام في خدمة المواطن، نتمنى أن يكون وفاء وتنفيذ للوعود اللي يطلقوها تحت الشعارات، شعاراتهم والمهرجانات والمكانات اللي جاي يثقفون على نفسهم بها. نتمنى أنه بعد الانتخابات ما ينسون المواطن، وعلى أمل أن يوفون بوعدهم إن شاء الله. الساحة السياسية اليوم في محافظة صلاح الدين تعج بالمرشحين الجدد والقدامى ممن كان لهم التمثيل خلال دورة أو دورتين في البرلمان العراقي. يطالب اليوم الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي بضرورة أن يكون المرشح الجديد قادرا على تمثيل أبناء محافظاته التي عانت من الإرهاب والنزوح خلال العام 2014، ومع استمراره إلى حد هذه اللحظة في بعض المناطق. بداية جيدة لهذه الانتخابات، ونتأمل خير بالمرشحين. نريد تغييرات جديدة خصوصا بواقع مدينتنا العزيزة تكريت. نريد وقوله فعل، مو مجرد كتابة على الحبر. والله لو طالب نريد حملات حقيقية، ويعني مو بس وعودي. مصطفى الوحدي، قناة السمراء الفضائية، صلاح الدين.